7000 حالة طلاق في شهر واحدة، في شهر واحد 7000 حالة طلاق في العراق. رقم قد يكون مخيف في بعض الأحيان، لأنه على مستوى العالم يصنف هذا الرقم أنه رقم مهول بالنسبة لشعب مثل العراق بهذا التعداد. 7000 حالة طلاق، ومن المعروف بأن الزواج هو رباط مقدس في كل الشرائع السماوية، ويفترض بأن هذا الرباط المقدس يدوم على أساس المحبة والرحمة والمودة، ولكن للأسف انتشار حالات الطلاق بالعراق أصبحت بأرقام مخيفة مثل ما ذكرت قبل قليل. اليوم احنا لما نريد نعالج حالة لازم نعرف أسبابها، أسباب هذه الحالة وجذورها، وليش وصلنا إلى هذه المرحلة. في قديم الزمان كان الزواج يسمى بزواج الدهر أو زواج العمر، واليوم أصبح الزواج فترة قد يكون مؤقتة في بعض الأحيان. ناس مو قد المسؤولية، ناس أصبحت تجي تتزوج فقط شكليا أو أداء واجب إرضاء لأم وأب أو إرضاء لمجتمع، وناس تتزوج لمصلحة، وناس تتزوج فقط لأنه سنة الحياة لازم تمشي. اليوم إحنا راح نناقش هذه كلها، ولكن قبل أن أناقش هذه الحالات اللي أرجوه من كل الناس اللي شاهدنا وتابعنا بأنه يأخذون الأمور بجدية. إحنا هذا الموضوع قد يكون مطروق، ولكن لما تزيد حالات الطلاق توصل إلى 7000 حالة في شهر واحد فقط، يعني الأسر ده تتفكك بهالحالة، الأسر ده تتدمر، المجتمع نحو الهاوية. كل حالة طلاق إذا نتج عنها طفل واحد مشرد، 7000 طفل مشرد يعني؟